انت بقى بتمد ايدك عليا، انا هعرفك انا مين واقدر اعمل ايه. تاني بالراحة كده وفهمني، يعني ايه مفيش حد داخل الشقة دي؟ يا باشا زي ما قلت لجنابك يا باشا، الشقة دي مقفولة قديلها سنين كتيرة قوي، ومن يوم ما صاحبها ما قفلها وسافر لحد خش ولا حد طلع. بص يا عم، انت اسمك ايه يا عم الحاج؟ قناوي يا باشا. بص يا عم قناوي، بص الشقة دي في بني آدم دخلها، تمام؟ طلع منها على السطوح اللي فوق. البني آدم ده كان معاه بندقية كبيرة قوي دي، عارفهم؟ خلاص؟ نشن بيها على مساعد وزير الداخلية وضربه بالنار، فمساعد وزير الداخلية الله يرحمه. فأنت بقى من الآخر هتقول لي مين اللي داخل الشقة دي، يا إما كده يا إما تبقى متفق وقابض، وساعتها هتبقى بتاع أنا، تمام؟ يلا يا عم قناوي. مين اللي داخل الشقة دي؟ اهلين اهلين، ازاي اخبارك؟ ازيك، ايه الاخبار؟ تمام تمام. عامل ايه؟ كويس الحمد لله. بقالي كتير قوي ما شفتكش. وانا كمان، وسعيد جدا ان انا شفتك. مبروك، سمعت انك اتجوزت. الله يبارك فيكي، وسمعت كمان ان انت اتجوزتي. ده حقيقي. الف مبروك. انبسطت قوي ان انا شفتك. ربنا يخليك. باي باي. باي باي. باي. مين دي يا حمزه؟ لا دي واحده صاحبتنا من زمان. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي اتفضلي. يا فندم ازي حضرتك يا فندم؟ بعد اذن سعادتك انا كنت بس محتاج مساعدتك في حاجه كده. ربنا يخليك يا فندم، انا مسافه السكه واكون عندك. مع السلامه. ما كملتليش نجلاء قالت لك ايه؟ وطي صوتك، انا منيمات بالعافيه. طيب قالت لي انها اتقبلت في الشركه اللي قدمت فيها، وانها هتبتدي شغل من اول الشهر. هايل، مبروك. وقالت لي كمان ان هم محتاجين ناس بتوع ماركتنج شاطرين يشتغلوا معاهم. انا طبعا قلت لها استحاله اعرف اعمل كده، قلت لها اتكلم ولا تشوف لو هي عايزه تشتغل. سوري يا حبيبي انا قاعده برغي ومأخره عليك الاكل، خلي بالك من احمد هو محضر لك الاكل. تعالي سيبك من الغدا دلوقتي، انت لازم ترجعي الشغل. ارجع ازاي بس؟ ما انت شايف اللي انا فيه. بذمتك مش غيرانه من صحباتك اللي شغالين وانت لا؟ هو انا عمري قلت لك ان انا مش عايزه اشتغل؟ بس ازاي؟ ازاي ايه؟ عادي، زي ما كل اللي بيخلفوا ما بيشتغلوا، واذا كان على احمد انا معاكي. لا 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 يا سليم، أحمد لسه صغير ومحتاجني جنبه طول الوقت. بلاش حجك فاضية. أنا بروح الجامعة 3 أيام في الأسبوع، وبقيت الوقت قاعد في البيت بشتغل من البيت. أنا أخلي بالي منه. والأيام اللي أنت شغال فيها؟ أمك هي اللي تيجي تاخد بالها منه وتقعد معاه. وإذا ما كنتيش عايزة تقولي لها هقول لها أنا. أنت عارفة إنها هتطير من الفرحة لأنها بتموت فيه. بس أنا لو اشتغلت أنت هتتعب معايا. مش مهم. هتعب شوية عشان أنت تبقي مبسوطة. يعني هتستحملني؟ اه. هتكلمي نجلاء ولا اكلمها انا؟ لا انا هقوم اكلمها حالا.
ربنا يخليك ليا. لمس الجثة ودفنتها. لا لا لا، من ساعة ما جت وهي في اوضتها قافلة على نفسها الباب، مش عايزة تخرج. ما انتي عارفاها من صغرها وهي كده، لما بتكون متضايقة بتقفل على نفسها الباب. لا انا مش ممكن اسيبها لوحدها طبعا. انا كلمت هيام. ايوه كلمت هيام، قالت لي ما سبق. غدا غدا رايحة فين؟ خارجة. ليه؟ عشان عايز اخرج. ايه لازم استاذن الاول؟ ايوه خرجت. معرفش هي عايزه تقول لي حاجه. ما تعرفش دكتور كان بيشتغل هنا اسمه سليم فواز؟ لا والله ما فيش حد هنا بالاسم ده. ما تعرفش اسال عليه مين؟ لا والله ما عنديش فكره. لو سمحت. ايه انا بدور على دكتور اسمه سليم فواز. لا بصراحه انا ما اعرفش، ممكن حضرتك تسالي في الاداره. الاداره هنا؟ الاداره. شكرا يا دكتور. لو سمحت اتفضلي. انا بسال عن دكتور هنا اسمه سليم فواز. سليم فواز؟ متاكده انه هنا ولا في جامعه عين شمس؟ لا جامعه القاهره. لا للاسف ما اعرفوش. عايزه تعرفي ايه عن سليم؟ حضرتك تعرفه؟ انت مين وعايزه ايه؟ رانيا شاهين، صحفيه من جورنان عين الحدث. اهلا وسهلا. تعالي معايا. اتفضلي استريحي. محدش هنا يعرف حاجه عن سليم، واللي عارفينه مش هيرضى يجيب سيرته او يتكلم عنه. انتي شايفه اللي بيحصل في البلد، محدش عايز يدخل نفسه في مشاكل. طب وحضرتك مش خايف؟ اللي زي بيخاف من حاجات تانية، ضغط سكر. قولي لي بقى، عايزة تعرفي إيه عن سليم؟ عايزة أعرف عنه كل حاجة، كل حاجة حضرتك تعرفها عنه. كل حاجة؟ لا ده كده قعدتنا هتطول، تشربي إيه الأول؟ معقولة؟ عاوزة ترجع الشغل يا غدا؟ أيوة عايزة أرجع، لازم أعمل كده. أيوة بس يعني مش شايفة إنه لسه بدري؟ لسه خارجة من لسه ملغة. إيه؟ أنا خلاص تعبت قوي يا نجلة. طول ما انا قاعده في البيت ما بعملش حاجه غير اني بفتكر اللي حصل لي. اللي كان مخليني مستنيه كل ده كان سليم. بس دلوقتي خلاص مفيش حاجه تخليني استنى اكتر من كده. انا عارفه ومقدره الحاله اللي انت فيها. تفتكري مستر على هيوافق؟ هيوافق. لو انت كلمتيه هيوافق. انا عشان كده طلبت قبلك النهارده. انا عايزاكي تكلمي النهارده. النهارده؟ النهارده. ولو ينفع هرجع الشغل من بكره. انا بقولك محتاجه اعمل كده. طيب حاضر خلاص انا هكلمهولك. المهم قولي لي انت عامله ايه مع طنط؟ اهو شويه كده وشويه كده انت عارفاها، بس ماشي تمام. بس لا مش عايز عياط. وبعدين اعمل حسابك كلها شهر كمان ونرمي الدباديب دي كلها ونبتدي بقى في العربيات بالريموت كنترول، فاهم؟ اوه
قوم الولد كده هيبرد قوم. طيب انا اسف. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش فاهمه غدا ازاي بس تنزل شغلها، مش تستنى لما الولد يكبر؟ انا اللي قلت لها ترجع الشغل. ليه بقى؟ هو انت مقصر معاها في حاجه؟ حبيبتي الحكايه مش حكايه فلوس، بس انت عارفه ان غدا بتحب شغلها، وانا ما حبيتش بقى ان حكايه جوازنا هي اللي تخليها تبعد عن حاجه هي بتحبها. طب انا سبت شغلي وسبت كل حاجه وقعدت لها لحد ما كبرت. الزمن غير الزمن، وانت غير غدا. والله يا ابني ما حد مدلعها غيرك. انا هقوم اعمل لك حاجه تشربها. وانا ما فيش حد مدلعني غيري. طب سامي سامي بسم الله الرحمن الرحيم. سامي يا اختي هقوم كمان اعمل له اكل. لو فضل معاك كده مش هياكل لحد ما غدا تيجي. طيب حاضر 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 هعمل لكم انتوا الاثنين. حاضر. اوعى تقول لامك اللي هي غيرت لك. انا غيرت لك. ها ماشي. ها خيري ليه؟ عشان سليم عايز يقتل اي حد كان ليه علاقه بالقبض عليه. في الاول كان اللي هو مختار، ودلوقتي الدور على ايهاب. والمشكله ان انا مش عارف اوصل له. هتجنن. تليفونه اتغير ورحت له البيت لقيته عزل. اعمل ايه مش عارف. طمن انا هتصرف في الموضوع ده. سليم كان في قسم كهرباء، الدوائر الكهربائيه تحديدا ما كانش شاطر فيها، بس لا كان عبقري، كان موهوب بجد في المجال ده، كان بيحبه بشكل بطريقه ما مرتش عليا في القسم، وده اللي خلاني اطلب منه اني اشرف على رسالته، لاني حسيت ان انا ممكن اتعلم منه. ايوه اتعلم منه. ده غير ان كان موهوب في مجال المتفجرات، تصنيعها وزرعها. بعض الشركات كانت بتطلب منه مساعدتها في شق الطرق وفي المناجم وإزالة المباني. الطلبة بتوعه كانوا بيحبوه، كانوا بيستنوا محاضراته من الأسبوع للأسبوع. الطريقة اللي كان بيشرح بيها كانت بتخلي الطلبة يتعلموا منه، وهو ما كانش بيتأخر عليهم في شيء. وبتطبيق قانون ام هيكون فرق الجهد الكهربي بين سي وبي. ايه يا علي؟ بنفصل الدايره. والله انت اللي فاصل يا علي. تعالى يا علي. روح اغسل وشك وفوق وقابلني بعد المحاضرة. حاضر يا دكتور. ها حد فيكوا عارف ولا كلكوا شاطرين زي علي؟ قول يا مصطفى. تعالى يا سيدي. مالك علي؟ في ايه؟ مفيش يا دكتور عادي، مفيش حاجه. لا ما تقوليش عادي، انت بقالك فتره موجود في المحاضره كانك مش موجود بالظبط، مش مركز خالص. ايه اللي حصل لك؟ انت يا ابني اشطر طالب عندي هنا، يعني اليوم اللي انا ما اجيش فيه ممكن اخليك تقوم تشرح للطلبه. ما ينفعش الكلام ده دكتور. مفيش، بس ما لحقتش اراجع المحاضره اللي فاتت. انت عارف كويس ان الموضوع مش موضوع مراجعه محاضرات. انت مش مظبوط علي. الامتحانات قربت وانا عايزك تبقى مستعد. انت ابني مش معاك رقم تليفوني؟ معايا يا دكتور. طيب وقلت لك لو احتجت حاجه او محتاج مساعده انا موجود. يا دكتور ربنا يسهل. انا اذنك بس عشان متاخر. معلش. لو سمحت يا دكتور، بس كان في حاجه كنت عايز اسال حضرتك عليها. في ايه يا امين؟ في ايه يا دكتور؟ علي ماله؟
واقف معايا مش على بعضه وبكلمه سابني ومشي، في ايه؟ لا بس هو هتلاقيه كان مستعجل شويه عشان يلحق شغله في الورشه. ورشه؟ ورشه ايه؟ ورشه عربيات. علي كان بيشتغل فيها عشان يصرف على نفسه، ودي كانت السبب ان مستواه بينزل. دي الحاجه اللي لا انا ولا سليم كنا عاملين حسابها وما نقدرش نساعد فيها. لما واحد تجبره ظروفه نسيب دراسته عشان يصرف على نفسه، ايه الحل اللي ممكن نقدمه له؟ وسليم اقتنع برأي حضرتك؟ للأسف لا، عشان كده سليم راح له الورشة عشان يتكلم معاه. الورشة دي فين؟ ايه المفاجأة الحلوة دي يا حمزة؟ ربنا يخليكي. معلش انا اسف ان انا جاي من غير ميعاد، بس كنت قريب قوي هنا فقلت اعدي يعني علشان اطمن عليكم. ميعاد ايه يا حمزة؟ هو انت غريب؟ ده بيتك، تشرف في اي وقت. ربنا يكرمك. امال ايهاب فين؟ إيهاب خرج زي كل يوم. خرج راح فين يعني؟ راح يقابل جماعة أصحابه. ما هو الحال ده من ساعة ما ساب الخدمة، لا عايز يشتغل ولا راضي يدور على شغل. من ساعة اللي حصل ليلتها يا حمزة وهو مش قادر ينسى. معلش طيب، ممكن بس تكلميه تقولي له إن أنا عايزه ضروري. خير؟ خير خير طبعًا. في شغلانة قدامي كده كنت بفكر لو عجبته يعني يا ريت. اه طبعا يا ريت يا حمزه يا ريت. طيب حالا انا هكلمه وخليك تكلمه بعد اذنك. اتفضلي حضرتك. اتفضلي. طيب اوكي خليهم يطلعوها. ازيك يا غاده؟ قصدي عامله ايه دلوقتي؟ انا الحمد لله كويسه. معرفش لو نجلاء كلمتك بخصوص موضوعي. الحقيقه هي كلمتني، بس غير ان عايز اتكلم معاكي بصراحه. انت عارفه ان انا بحبك وبقدرك قد ايه، بس الوضع دلوقتي بقى مختلف. الشركه دلوقتي بقى لها اسم كبير، ومن حقنا ومن الطبيعي ان احنا نحافظ عليه. انت فاهمه طبعا، وعشان كده انا عايزك تفهمي موقفي كويس. انا لو كان بايدي كنت خليتك رجعتي من بكره. انا اسفه ان انا ضيعت لك وقتك، عن اذنك. حمزه انا بكلمه بس هو مش بيرد عليا، مش عارفه ليه. ابدا، بس يعني تلاقيه مش سامع الجرس ولا قفله ولا اي حاجه يعني. اه ممكن. طيب انا هحاول تاني، جايز يرد عليا. انا بتهيالي ان انا اروح له احسن يعني، بس يا ريت تقولي هو بيقعد فين بالظبط. ايوه عارفه، ده جاي الورشه كده مره قبل كده. انت فاكر المره دي كانت تقريبا من قد ايه؟ من 6 7 سنين، بعمارة ما كان بيدرس في كليه الهندسه. صح ولا يا استاذه؟ صح. انت ازاي فاكره كده مع انه ما جاش هنا غير مره واحده بتقول؟ علشان لسه فاكر اللي حصل اليوم ده. ده يوم ما يتنسيش. ايه اللي حصل اليوم ده؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أمر يا باشا. أنا بس العربية فيها مشكلة وعايز علي يبص عليها. علي؟ إشمعنى علي؟ أصله طالب عندي في الجامعة وهو اللي قال لي على المكان هنا. ماشي يا باشا. علي! علي! كلم الباشا. خير يا دكتور. خير؟ ده بدل ما تقول لي اهلا وسهلا اتفضل اشرب كوبايه شاي. عمر مبدئيا الشغل مش عيب، وكلنا اشتغلنا واحنا بندرس، واللي انت بتتعلمه هنا عمرك ما هتتعلمه في اي كليه او جامعه. وانا مش جاي عشان اقول لك شيء بالشغل، انا عارف كويس قوي ان انت محتاج الفلوس، بس انا كل اللي هطلبه منك شهرين اجازه عشان تخلص امتحاناتك بس. بتعمل كام هنا في الشهر؟ كام؟ ليه يا اخي عايز اعرف.
ما تخافش مش هحسدك. زي ما بترزق يعني ملهاش حاجه ثابته. قول لي بترزق تقريبا بكام وانا هديك حق الشهرين دول. تعمل ايه يا دكتور؟ هتديني فلوس شفقه؟ انت هتمثل يا ابني؟ شفقه ايه؟ في ايه يا علي؟ يا ابني انت مخك نظيف، ولو اشتغلت بشهادتك هتعمل فلوس اكتر من اللي بتعملها هنا 100 الف مره، وانت عارف الكلام ده كويس. انا كل اللي بطلبه منك انك تركز في مذاكرتك، والفلوس دي يا سيدي لما تخلص شغل يبقى رجعها لي تاني، يعني اعتبرها سلفه مش شفقه. بالله عليك يا دكتور، بالله عليك ما تكلمني في الموضوع ده تاني. يا عارف ايه يعني انا جاي لحد مكانك يا اخي بتسيبني وتمشي؟ بجيتك على راسي يا دكتور، بس انا مش محتاج شفقه من حد. ماشي يا علي، خير يا باشا؟ حصل حاجه ولا ايه؟ اسمك كريم ايه يا اسطى؟ محسوبك لو استعرف. بقول لك استعرف، انا عايزك تدي المبلغ ده لعلي، وعايزك تريحه في الشهرين دول، دول شهرين امتحاناته، وبعد كده بيرجع اشتغل براحتك. ماشي؟ ماشي. شكرا يا اسطى. انا يومين اديت الفلوس لعلي على باقي المليم، عشان انا مش مستني حاجه من حد ولا عايز حاجه من حد. وبالمناسبه انا عاتبته وقلت له راجل مستجدعك جدا، ليه تعمل معاه كده؟ طب وعلي فين دلوقتي؟ الله، انت ما تعرفيش اللي حصل يا استاذه لعلي؟ لا، ايه اللي حصل لعلي؟ مساء الخير يا مدام صحر، معلش انا اسف للازعاج. يا ترى ايهاب موجود؟ مستشفى؟ مستشفى ايه؟ ادينا رفعنا كل البصمات اللي لقيناها وهنشتغل عليها، لكن بالنسبه للفارغ بتاع الرصاصه ملوش اي حاجه. معلوش اي حاجه؟ يعني مشوارنا زي قلته؟ اخش انا اقول للست اللي هو مجدي ايه دلوقتي؟ والله احنا عملنا اللي علينا، هنعمل ايه اكتر من كده؟ ثانيه واحده يا دكتور. اتفضل. ايوه حمزه. بهاء انت فين؟ يا بهاء سيب كل اللي في ايدك وركز معايا. ايهاب هيتقتل لو انت ما ساعدتنيش. ايهاب خير. اسمع، انا عايزك تطلع على مستشفى الامل دلوقتي في طريق مصر الاسماعيليه. انا عارف انها في اخر الدنيا، من فضلك مفيش وقت، انا هحصلك على هناك. مع السلامه. ايوه بهاء، قدامك 40 دقيقه، تفتكر هتلحق؟ وديني يا سيدي، لو لمسته مش هتقدر تعمل حاجه، لكن انا بقى هصطادكم واحد ورا التاني. قدامك 40 دقيقة، حاول ما تتأخرش. يا أميمة اتصلت بيها 4 مرات ما بتردش عليا. جايز تكون عاملاها سايلة، ما بتقوليش على حاجه خالص. استني، كنت فين؟ عايزه تعرفي ليه عشان تدي تقرير كامل لاصحابك عني. دي طنطك اميمه بتسال، عايزه تطمن عليك. وانا مش عايزه حد يطمن عليا، ومش عايزه اخباري تبقى عند كل الناس. رحميني بقى، حرام عليكي. ايوه يا اميمه، راجعه على اخرها، مش عايزه تقولي على اي حاجه خالص. علي كان دايما عصبي، كانت اي حاجه ممكن تعصبه وتخليه يزعل، بس دايما كان يطلع وفي الاخر ينزل على ما فيش، وتلاقيه جالك مكسوف ويقعد يهزر معاكي كده بدل ما يعتذر لك. واحنا يعني كنا بنصالحه ونعديها له. طيب واستاذه في الكليه سليم فواز، صالحه برضو؟ طبعا، علي عمره ما ساب حد زعلان منه، راح له لحد عنده واعتذر له. يا ريته ما راح. لو كان خط السير بره العمود الجاف يبقى تتبعه اسهل. ايه يا علي، انت معايا ولا مش معايا؟ دكتور انا عايز اعتذر لحضرتك عشان حاسس ان كنت بايخ يعني لما جيت الورشه وكده. حصل خير، انسى الموضوع ده خالص. يعني مش زعلان بجد يا دكتور؟ لا مش زعلان يا علي،
المهم انت كمان ما تبقاش زعلان مني. انا برضو حسيت ان انا اتصرفت زي المدب كده وطبيت عليك في المكان بتاعك وعملت لك قلق ودوشه بس والله كل اللي كنت بفكر فيه حاجه واحده بس، ان انت امتحاناتك قربت وانا شايف مستواك في الناس. انا عارف يا دكتور، عشان كده قررت اسمع كلامك واتفقت مع الاستاذ صبحي خلاص هريح الشهرين دول عشان اذاكر. كويس جدا. يبقى دكتور في حاجه كمان، معلش معلش، زي ما سمعت كلام حضرتك بقى تاخد الفلوس بتاعتك يعني. انا هاخد منك الفلوس دي على شرط واحد، لو احتجت اي حاجه في الدنيا فلوس او غيره تطلبها مني انا. اتفقنا؟ اتفقنا يا دكتور. هات يا عم الفلوس اللي مضايقاك دي. ثانية واحدة مش وش في ايه يا فندم؟ عمل ايه؟ ثواني. انت مالك؟ يعني انا مالي؟ ايه اللي حصل؟ انت عايز منه ايه؟ مالكش دعوه. ايوه يا فندم حاضر، ده طالب عندي انا سليم فواز دكتور في كليه هندسه، وده طالب عندي. هو عمل ايه؟ مالكش دعوه يا حبيبي. يعني ايه ماليش دعوه؟ هو حضرتك مش هتاخده؟ ايه اللي حصل؟ هاخده، هقول لك هاخده. افهم بس، افهم ايه اللي حصل؟ هو عمل ايه؟ بقول لك اقعد في حالك يا فندم. بكلم حضرتك في ايه؟ هتقوم الاثنين. طب اقعد. طب يا اخي احنا عملنا ايه؟ انت فاكرها سايبه؟ اوعى عينك. اقف. يعني عشان كده مسكوا سليم؟ طب وعلي مسكوه ليه اصلا؟ قصدك اعتقلوه ليه؟ عشان كان مربي دقنه، عشان كان بيصلي، ولا عشان كان شايف ان البلد فيها حاجات كتير قوي غلط ولازم تتصلح؟ وده وقتها كان كفايه قوي عشان يصدروا امر اعتقال. طب دلوقتي ثانيه واحده، علي ساب الورشه مع انه كان محتاج لها، وكمان رجع الفلوس لسليم، كان ناوي يصرف على نفسه منين؟ عادي يعني، اكيد هيتصرف. ايوه يعني ازاي؟ كان في حد بيساعده وبيديله فلوس. هتفرق في ايه؟ علي خلاص الله يرحمه. دكتور سليم بعد ما خرج من المعتقل كلمونا عشان نستلم رخصته، وقالوا لنا انه جات له غيبوبه سكر ما قدروش يلحقوه. على فكره علي عمره ما كان عنده سكر. ربنا يبارك فيك يا ماما. لا ما انا عارفه، من غير سليم عمري ما كنت هعرف اعمل حاجه اصلا. ان شاء الله هبتدي الشغل على اول اسبوع. اطمني مش هقصر معاه في حاجه. حاضر يا ستي. ممكن دلوقتي تسيبيني عشان سليم زمانه جاي؟ طيب يلا باي باي. باي. انت بقى بتمد ايدك عليا، انا هعرفك انا مين واقدر اعمل ايه.
ايوه رفعت. ايه الاخبار؟ عملتوا ايه؟ حلو قوي، لقيتوا بصمات؟ تمام، عرفتوا بتاعت مين؟ مين؟ صدقت بقى ان سليم لسه عايش؟ لا ما صدقتش ومش هصدق. عارف ليه؟ عشان لقينا بصمات في الشقه اللي ضرب منها اللواء مختار. عارف البصمات دي طلعت بتاعت مين؟